وغادي نمشيو مباشره لشهوات لاله مولاتي. اليوم شاركه معنا المستمعه الوفيه جدا للبرنامج سعيده من سماره، وتحيه خاصه جدا لكل اوفيائنا بسماره والنواحي اللي كيسمعوا الميد راديو على الموجه 91.8. صباح الخير لسعيده. الو السلام عليكم سناء. لاباس عليك سعيده، كي صبحتي؟ لاباس الحمد لله، كي دايره؟ لاباس عليك، كلشي على خير بارك الله وفيك، غير توحشناك، تمنى تكون على خير الحمد لله. سناء توحشكم. الله يبارك فيك اختي سناء، تحيه لكل جميع المستمعات كلهم، وكنشكرهم على دعواتهم مع الوالده ديالي. نتمنى تكون على خير ان شاء الله، الله يحفظها لكم ان شاء الله، الله يعطيها الصحه. امين اختي سناء. يا ربي امين. نبداو على بركه الله باش نربحوا الوقت وناخذوا دوك الاقتراحات كاملين، لانه يعني نبغيو ان المستمعات يسجلوهم معك ان شاء الله. واخا ان شاء الله اختي سناء. باش نبداو نعطيكم اولا نعطيكم واحد الكيك طبقات بالكوكو والسميده وحليب مركز محلى. اييه واخا. الطبقه الاولى فيها جوج بيضات. ثلاث معالق ديال الزيت. ستة معالق ديال السنيدة. ستة معالق ديال الحليب سائل. واحد الفاني. معلقة ونص ديال الكاكاو أو جوج صاشيات. أو يعني الكاكاو المر ولا جوج صاشيات ديال داك الحلو ولا؟ لا دوك صاشيات المر. المر نيت، أه واخا الكاكاو، إيه واخا. وستة معالق ديال الدقيق. وجوج خمارات حمرين. كنخلطوا كل شيء هاد المقادير. ايه حتى كنحصلوا على خليط ديال الكيك. وكنديروا صمون مدهون ومرشوش مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. ايه وكندخلوها للفران. من بعد كطيب كنحطوا هاد السيرو اللي فيه كاس ديال سنيده. ايه ونص كاس تاع الماء ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. ايه وكنخليوها جانبا وكنمشيو للطبقه الثانيه. غنحضروا دابا الطبقه الثانيه. ايه السيرو كنديروا فوق العافيه حتى كيغلى ياك؟ اه واخا ويعقد شويه. هذا بالنسبه للسيرو. والكيكه طيبه في الفران. طيبه الطبقه. كنخليوها جانبا وكنمشيو للطبقه الثانيه اللي فيها جوج كيسان ديال الكوك. جوج كيسان ديال الكوك. ونص كاس ديال السميده الرقيقه. وكاس وربع تاع الحليب. غير الحليب سائل ياك؟ اه الحليب سائل. واخا. كنخلطوا كل شيء وكنديروها فوق على النار حتى كيعقد الخليط وكطيب ديك السميده مزيان. هكذاك يعني كطيب في داك الحليب. اه كطيب في داك الحليب. نديروهم في دقه واحده جوج كيسان ديال الكوك ونص كاس السميده رقيقه وكاس ربع ديال الحليب سائل نديرهم فوق العافيه. ومن بعد كطيب كيعقد لينا داك الخليط. كنزولوه من فوق النار وكنزيدو عليه الكاس نتاع حليب مركز محلى. يعني خارج النار نضيفو كاس ديال الحليب مركز محلى ياك؟ اه وكنخووها فوق وداك الخليط كنخووه فوق داك الكيك اللي خليناه برد. كنخووه كنديرو في داك المول اللي باش كيبقاو باش كتبقى ديك الطبقات باينه في داك المول اللي عنده اللي كيتحل من الجناب عند القراصات اللي كيتفتح من الجناب او في الاطار. واخا. وكندخلوها للثلاجه كتبرد. وكنمشيو للطبقه الثالثه. ايه من بعد كتبرد ديك الطبقه الاولى اللي درنا. كندوبو الشكلاط كنديرو صحنة مريم مع شويه ديال الزيت. وملي يذوب كنزيدو عليه حك ديال دانون مسوس. ايه واحد ياغورت مسوس. وكنعاودو نخوها على الطبقة ديال الكوك. ايه نديرو كطبقة ثالثة فوق من هذيك ديال الكوك والسميدة. وكنزينو بالكوك والصوص ديال الشوكولات من الفوق. ايه هذاك السيرو كندهنو به الكيكة ياك؟ كنسقيو به الكيكة قبل ما نديرو دوك الطبقات. قبل ما نديرو الطبقات. صافي واخا. كتجينا الطبقة الثانية فيها داك الكوكو السميدة اللي طيبنا في الحليب وخارج النار قلتي لنا نضيفو كاس ديال الحليب مركز محلى ونديروها كطبقة ونخليوها تبرد في الثلاجة ونمشيو نحضرو ديك الطبقة الثالثة تقريبا الشوكولاتة على حسب يعني لأنو غادي نزينو به ياك؟ هو اللي غادي نزينو به تقريبا غير شوية ديال الشوكولاتة الأسود نذوبوه مع معلقة مثلا ديال الزيت ونخليوه يذوب ونضيفو عليه واحد ياغورت مسوس. واخا. وكتجي راها في المذاق ديالها كذاك اللوغو ديال السميده مع الكوك مع الحليب كيجي. كنتمنى المستمعات يجربوها. اكيد ان شاء الله غادي يجربوها. اييه
نعطيك دابا جبن شيدر. اييه طريقه تحضير ديال الجبن الشيدر في الدار. اييه في كاس ديال حليب غبره، كاس ديال الزيت، 4 معالق ديال الماء، جوج صفار ديال البيض، وثلاثة الفرماجات مكلتين، والملحة وشوكلين ديال الملحة. إيه كناخدو الخلاط كنديرو فيه داك الكاس ديال الحليب غبرة مع داك الكاس ديال الزيت، كنطحنوهم مزيان. إيه كتشوفي داك الخليط راه كيكون قاصح ولكن ما تخافيش، مع التحرك راه كتزيديه هذا كيطلق. كيعقد عاد كنزيدو الصفر ديال البيض، صفر جوج بيضات. عاد كنزيدو داك الماء والفرماج والملحة، 4 المعالق ديال الماء. اييه ونعاودو نخلطوهم مزيان. اييه وناخدو الطاسة اللي غنديرو فيها في البواطا وكندهنوها بشوية ديال الزيت، وكنخويو فيها داك الفرماج وكنخليوه في التلاجة ليلة كاملة ونص نهار آخر. في المجمد؟ لا غير التلاجة العادية. واخا التلاجة العادية. يعني ليلة ليلة ونص ياك؟ بس كيشد هذا كيشد راسه مزيان. واخا راه درتو روحه صافي. اييه شفت الصوره ديالو. واخا يعني كيجي حتى هو ممكن انه كبديل الا ما عندناش داك جبن الشيدر، واخا هو في اللون اللي كيجيو مختلف في اللون، اللون ديال الشيدر تيكون ليموني يعني غال يعني غامق كيكون اصفر. اييه ولكن أصفر. في المذاق انت جربتيه يعني؟ انا جربته كيجي هائل. واخا نعطيك فرماج بنكهه فرماج احمر. اييه فيه كاس ديال الحليب غبرة، كاس ديال الحليب سائل، تقدري تاخد هاد الحليب سائل تقدري انك تذوبي جوج معالق، الا كان عندك حليب غبرة تذوبي جوج معالق ديال الحليب كيعطيك كاس. وكديري كاس ديال الزبدة مذوبة ديال العطار. ونص كاس ديال فرماج حمر محقوق. وجوج فرماجات حمرين. ونص ديال حامضة معصرة. جوج فرماجات ياك متلتين ياك؟ لا متلتين. دوك متلتين داك الحمر. داك اللي بالفرماج اللي فيه مذاق الفرماج حمر. هذا اللي بقى بالنكهة ديال الفرماج حمر. ايه واخا. اما اللي ما بغاش النكهه ديال الفرماج الاحمر يدير الفرماج مثلت العادي، يدير فرماج عادي وما يديرش داك نص كاس ديال الفرماج الاحمر. الحقوق احمر هكذا كيبقى في المقادير الاخرى، يحيد الفرماج الاحمر. كنديروا كلشي جميع المقادير في الخلاط مزيان، ما عدا الحامض هو اللي كنوخروا اللور. ما سجلتش الحامض، شحال قلتي لنا؟ معلقه؟ نص حامضه. نص حامضه صغيره. صغيره. واخا ايه كنديرو جميع المقادير في الخلاط ما عدا الحامض، وكنبقاو كنخلطو مزيان، وكما كنزيدو في الحامض كتشوفي كيعقد. ايه بحال كيف كنديرو في المايونيز. واخا بحال اللي كنديرو مايونيز وكنديرو في شي بواطا قد ما كيقلت ثلاثة وكيعقد مزيان كيشد راسو مزيان. واخا هذا كيف ما قلتي البديل ديال الفرماج الاحمر كيجي تقريبا نفس المذاق ديالو، واللي ممكن نصايبوه ولا بغينا الفرماج العادي غادي نحيد لك نص كاس ديال الفرماج الاحمر محكوك نحيدوه، ونحيدو دوك جوج فرماجات متلتين اللي بالمذاق ديال الفرماج الاحمر ونديرو المقادير بالطريقه العاديه. هذا اختي سناء. اييه هذا فرماج للدهن. اييه واخا هذا فرماج للدهن. واخا غادي نعطيك واحد العصير اللي راه كيبيعوه. ايوا الصراحه ما كيبغيوش يعطيو هذا ديالو. ما كيبغيوش يعطيو السر ديالو، راه كيتباع ب 40 ريال الكاس. انا نعطيكم هذا العصير هذا. واخا عصير بحال اللي كيتباع نيت فيه نص كيلو ديال السنيده. ايه 3 إترو ديال الماء يكون بارد. ومعلقه صغيره ديال الروح ديال الحامض. وجوج معالق صغار ديال احجار الليم يعني السنيده الحامضه. ايه ونص لتر ديال الحليب. واخا
كناخذوا الخلاط كنديروا فيه داك السكر ثاني ده والروح ديال الحامض والنص ديال الكميه ديال الماء البارد ديك 3 اطر ونص ديالها والسنيده الحامضه كنخلطوه مزيان جوج معالق ديال الحجر اللي متهو نضيفوه ياك واخا كنطحنوا مزيان هذا الخليط هذا وكنضيفوا داك عاود داك الحليب وكان حنا كنحركوا مزيان كنخلطوه مزيان وعاد كنضيفوا عليه داك المسبقه من داك الماء البارد ايه وكندخلوه للثلاجه بالنسبه بغيت نقول لك هذا بالنسبه اللي ما بغاش النكهه ديال الحامض يعود يمكن يدير ديال الفرايز يمكن يدير ديال اي ديال الخوخ ديال اي حاجه اللي بغا هو حاجه بالاختيار قلتي لنا نص كيلو ديال السنيده وثلاثه لتر ديال الماء بارد ومعلقه صغيره ديال الروح ديال الحامض وجوج معالق صغار ديال الحجر الليم ديك السنيده الحامضه ونص لتر ديال الحليب ياك وفي الخلاط نديرو سنيده مع داك الروح ديال الحامض ونصف الكميه ديال داك الماء بارد وجوج معالق ديال الحجر الليم ونخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي ونضيفو داك نص لتر ديال الحليب وحنا كنخلطو وعاد نضيفو داك ما تبقى من الماء بارد ياك ونعوضو النكهات عطيتينا بالروح ديال الحامض نعوضو بالفريز ولا الخوخ هذا هو السر ديال العصر اللي كيتباع ايه واخا عصير دابا عصير ديال الحامض ونفس القاعده ممكن نمشيو بنكهات مختلفين على حسب الرغبه اللي راه كيجي بحال داك اللي كيتباع راني حتى هو راه حاطاه ايه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك نعطيك كيكه معلكه باللوز والشكلاط هذه كتجي ايه كتجي زوينه بزاف واخا ايه نعطيك الطبقه الاولى فيها 7 ديال المعالق ديال الدقيق ايه 7 معالق ديال السنيده 7 معالق ديال الحليب معلقه ونص ديال الكاكاو واحد الفاني ورصه ديال الملح وواحد البيضه بيضه وحده ومعلقه ديال الخل كنخلطوا كلشي كنخلطوا تدريجيا حتى كنحطوا على خليط ديال الكيك كنديروها فمول مرشوش ومدهون وكنديروا عليها الحشوه اللي هي بجيب حلواني اللي فيها 120 غرام ديال بودره اللوز و80 غرام ديال السكر كلاصي 80 غرام ديال الزبده مذوبه والبيضه وواحد الفاني والملحه بيضه وحده وواحد فاني وقبيصه ديال الملح لا اسمحي لي سالي الخارج هذا فيه جوج بيضات واخا جوج بيضات كنخلطو جميع المقادير ديال الحشوة قبل ما طيب الكيكة كنديروها من فوق الكيك بالجيب الحلواني نديرو على شكل وريدات نخرجوها ولا لا كنديروها هكا مسلحة هكا خطوط طويلة بحال عرفتي بحال الحطة ديال الكيك كيما هي هكا كيفاش؟ كنحطوها بحال كنحطوها غلاف على غنديروها طبقة فوق لا غير سعيدة غير حيت قلتي لنا بالجيب الحلواني بالجيب الحلواني باش نتحكموا فيها واخا باش كنتحكموا فيها ايه واخا بس كتجي كل ايام من الجناب يعني نخلطوا المقادير ديال الكيك ونديروها في المول ونمشيو نحضروا هذه الكريمه ونديروها طبقه فوق هذيك العجين ديال الكيك قبل ما ندخلوها الفران طيب ومن بعد كنديروا هذيك الحشوه ديال الخليط ديال بودره اللوز والسكر كنحتاجوا شكلاط اقراص دورين دوك اللي اقراص حبيبات ديال الشكلاط يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم ياك ماشي دوك الصغيورين لا ماشي الصغيورين دوك الاقراص بحال صديفات صغيورين بحال هكا وكنحطوهم على داك الخليط فوق داك الحشوه عشوائيا ثم كنغطيوها بواحد الحفنه ديال اللوز افيلي كنرشوها من الفوق حفنه ديال اللوز افيلي واخا وكندخلوها للفران
من بعد كطيب حتى كتشوفي داك اللي كيتحمر صافي وراه كتجي معلكه. الله يعطيك الصحه، هذه غتجي ممتازه. يعني غير العجين ديال الكيك نديرو في المول ونديرو فوق منه ديك الطبقه ديال الكريمه ونرشو بدوك الحبيبات ديال الشكلاط على شكل صديفات صغيورين بطريقه عشوائيه، ونديرو فوق من داك الشكلاط نديرو فوق منه حفنه ديال اللوز افيلي وندخلوها الطيب. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. نعطيك كاشير منزلي. اييه هذا كيجي هائل. فيه ثلاثة ديال البيضات. فين الضمة ديال البنة. فين ثلاثة الفرماجات. فيه واحدة ربعة ديال الكفتة من أي نوع بغيتي. يا حوت يا دجاج يا لحم اللي بغيتي على حسب الاختيار كل واحد. ونص كاس ديال الزيت البلدية. واخا. اللي ما كيبغيش الزيت البلدية كيخلط. ما بين البلدية والرومية. إيه مهم نص كاس بحال قلتي ربع زيت بلدية وربع زيت رومية. مهم نص كاس. وربعة المعالق ديال السميدة الرقيقة. إيه. العطرية فيها شوية ديال بودرة البصلة. فيها معلقة صغيرة ديال الثومة بودرة. والملون صحي احمر. يعني يدير التحميره. التحميره اي كتلون. اي فعلا. ورشه ديال الابزار وشويه ديال الملحه غير شويه مع كاينه الضمه ديال البنه راه الملحه. كنخلطوا كنديروا جميع هاد المقادير كلهم في الخلاط. حتى كنحصلوا على خليط كريمي. وكنديروه في كيس فيلم اليمونتير. وكنبقاو كنديرو كنربطوه من جناب. اييه بحال شكل الكاشير. اييه كنعقدوه من جوج جهات. وكنضوء عاوتاني كنديرو في ورق الالميني في ورق الالمنيوم عاود كندورو ثاني حتى كياخد الشكل ديال الكاشير. اييه وكنديروه من الاحسن يكون تفور. اييه احسن كنديرو في قدره وكنغطيو حتى كيتفور تقريبا ساعه على النار. اييه واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، ما سخيناش بك وما سخيناش بالاقتراحات ديالك. للأسف ما بقاش لنا الوقت، كنعتذر منك. لا سعيدة وأكيد إن شاء الله نسقوا معك في حلقات مقبلة.